السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نهضر على الموضوع اللي يعني هو السيد اللي واش التريبورتو تاعو يعني كان غادي يشدو بلا لاسورانس، يعني واحد التعامل اللي تعامل معاه بوليس اللي هو حيواني، يعني واحد التعامل اللي هو تاع الحيوانات، يعني تعامل مع واحد السيد اللي شدو يعني قوت العيش تاعو هو التريبورتو، يعني هو باش عايش ورمضان هذا، هو باش كي يصرف على عائلته وليداته، يعني تيطلبوه وتيرغبوه باش انه يطلقوه، يعني وبوليس تحت على السبان يعني وعايرو وضربو وصرفقو، يعني هادشي خصو يتبارطاج، هادشي خصو يوصل. يعني كيقول لك ان بوليس يتشد دابا، ولكن ما باقي ما كاين والو. وبالنسبه كاين شي قوانين اللي مطبقينها على الفقير، شحال من مره كتمشي الشارع كتلقى بوليسي غادي بموتور يعني ما لبس لا كاسك لا والو، يعني هو بوليسي ما عندوش الحق هو يلبس الكاسك حيت هو بوليسي، يعني انت ولد الشعب خصهم يضربوك بروسي، خصهم يعمروا ليك باش يعمروا داك الصندوق. وهذا هو اللي كاين، يعني هاد الفيديو هذا اللي انا اثر فيا، الا ما اثر فيك انت راه ما مغربي ما والو. احنا نخليكم مع الفيديو. لأول مرة كيدخل عاشق الدرجة النارية، منسى أنه يتابعونا ودير سبسكرايب بصل كل جديد.